مساء الخير عليكم بنات، اتمنى تكونوا بخير وافضل حال يا رب. اكيد انتوا عارفين انا الحين باقي في الرياض، ما رجعنا البيت، بس وصلت المرحله اللي خلاص زهقت من اكل المطاعم، زهقت من كل شيء، ابي اكل. ما ادري اذا تعرفون شعوري، تعرفون الايام اللي ما تاكلون اجبان وكذا، بس تبون اشياء حامضه، لدرجه اني امس طلبت ورق عنب ويوم جاني صراحه ما كان ذاك الزود. جيت الحين باخذ جبنه حامضه، فيتا او البقرات الثلاث، باخذ زعتر، نفسي كثير بسندويشة زعتر وزيت زيتون وخيار، ترى يعني هسه نوعيات السندويشات هذه احبها، يكون مكوناتها بس زعتر وخيار وزيت زيتون وطماطم. يما بنات تجنن، خلونا ناخذ جولة، ولا بآخذ اشياء كثير غالية لانه خلاص يعني بنمل منها، فهمتوا؟ ما في مكان، يعني حتى الثلاجة اللي في الأوتيل بسيطة ما تخزن. شوفوا الزيت زيتون الصغير هذا بخمسة ريال من مازولا، أحسه حلو. نشوف أشياء ثانية، ما أبي علب كبار، أبي أصغر شيء. بعد هذه حلوة صغيرة، أصغر شيء 250 ملي، غالبا راح أخذ منها واحدة. شوفوا زيت زيتون ذا حلو، حجمه حلو. عرفتوا ايش قصدي؟ يعني اليوم ممكن نفطر جبنة وزن حامضة مع زيتون مع مكدوس مع شاهي كذا، جاي على بالي. بكرة مثلا او بعد بكرة اجيب شيء يكون ناشف، يعني زيت زيتون، زعتر ناشف، خيار، طماطم، ويصير بعد بكرة او بكرة نفطر زي كذا. مرة زهقت من اكل المطاعم، طفشت، غالبا راح اخذ هالعلبة. بروح محل اللي يكون فيه اجبان و زعتر وكذا، ودي اخذ جبنة حامضة، وابي زيتون وابي مكدوس. ترى انا مدمنة مكدوس، جبنة، زيتون، زعتر، هالسواليف هذه. انفع اكون فلسطينية او اعيش في فلسطين، مرة احب الاكل الفلسطيني. بعد الزعتر اللي باخذه فلسطيني لاني احب طعمه، ما احب اللي يكون فيه نعناع واشياء كذا تكون مرة عبسة. خلنا نشوف مع بعض شو الزعتر هذا، حلو فلسطيني. وباخذ جبنة وزن بعد، شوفوا هناك مرة تشوق، كثير أحب جبنة وزن. بعد راح آخذ مكدوس، ما أدري أي نوع باخذ، بس باخذ ممكن هذا أول واحد، شكله جبنة حامضة البقرات الثلاث، أخذ كيلو مع إني كثرت والله، بس ما قدرت أقاوم. المهم واخذت بعد زعتر فلسطيني، واخذت مكدوس، واخذت زيتون حبه صغيره. الحين بروح اخذ طماطم، خيار. مبدئيا الريحه تشوق، ريحه يا بنات البنده هذه صغيره بس ريحتها مره حلوه. شوف حتى الطماطم مره يشوق فيها. باخذ 2 كيلو طماطم و2 كيلو خيار، اخذت طماطم وخيار ووزن. كان ودي يعني اصور وانا اوزن كذا بس مستعجله، ما ابي اروح البيت، الاوتيل مستودع انا من البيت. المهم ودي الحين اخذ خبز، ان شاء الله القى عندهم خبز فريش نظيف. شو هذا حلو، بس لو في اصغر بعد. ايوه هنا شوفوا الصغير، مره حلوه مثل سندويشات زعتر وزيت، يصير له حلو الحجم. ابي اخذ شيبس دريتوس، ترى مبدئيا هذا الد شيبس احبه، كثير احبه، حار حلو من دريتوس، راح اخذ منه. وجاي على بالي تويكس، باخذ حبتين وباخذ تويكس بعد. مر علي عرض 2 ب10، كنت باخذ 3 بس خلاص الحين باخذ 2 لانه كذا عرضه حلو. قسم كامل كله شيبسات، مكسرات، كل شيء كل شيء. بس قلت لكم انا اكثر شيء ابي اجبان صراحه، طقت كبدي من اكل مطاعم والبرجر والفاست فود، صرت ابي جبن حامض، تعرفون مع كوب شاهي كذا، جبنه حامض مع مكدوس مع زيتون ولا زعتر. يا رب جربوا بنات الخلطه، حطوا في صحن زعتر وحطوا عليه زيت زيتون اكيد تعرفونها، وقطعوا على جنب خيار وطماطم، ادهنوا السندويشه كذا الخبز، خلوا خبز حلو فريش، ادهنوها بعدين حطوا شريحة خيار كبيرة وشريحة طماطم، مرة لذيذة. خلوني اجي اخذ صابون،
في البيت عادي اغسل ايديني بصابون السائل، بس في السفر احب صابون البودره، ما ادري ليه، ابي اخذ علب صغيره احس انه كذا انظف للايدين، مع انه يجفف ايديني كثير بس احبه. مش لاقيه من الصغار. ايوه في هنا اومو، اخذ كذا 3 حبات. بسم الله يما، بسم الله يطيح علي. حجمه صغير بس شو سعره؟ بريال. كذا يا بنات خلصت مشتريات من السوبر ماركت، والحين وانا احاسب بوريكم اجمالي الاشياء اللي اخذتها وكم حاسبت فيها. في يلا شوفوا الاغراض اللي اخذتها، خبز، طماطم، دريتوس، واشياء تحت. الحين اوريكم اياها، اطلعها على كل شيء. شوفوا بالخبز اخذت 5 ريال، بس ما عاد فيني عسل، ما يبس يبس لانه ما في ثلاجة. نيدو اخذت نيدو صغير، بعض الاحيان احب نيدو كذا دافي. ترى اكلت وحدة زي هذه وانا حاسب هذه ورجعها خلاص. كذا خلاص العامل الله يسعده بيجيب اغراضي، في تاكسي هناك واقف.